أنا مسؤول عن صندوق للحلقة أجمع فيه رسوم التسجيل التي يدفعها الطلاب. يقول جاءني يوما رجل يشتكي حاجة وطلب سلفة من هذا المال فأعطيته. لا، ما يجوز لك هذا، أنت أمين، ما تقرض أحد ولا تصدق على أحد، تحفظ المال الذي تمنت عليه. نعم، عطوه من مالك يا أخي، ستشوف أنه محتاج، عطوه من مالك. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.